متتبعي قناة فرانس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه مشكلة استغلال الشواطئ على مستوى الوطني. لاحظتم ان مع قرب اي عطلة الصيف ومع قرب الصيف دائما تيجبد الموضوع تاع استغلال الشواطئ، وشكون اللي عنده الحق يستغل هذه الشواطئ، وشكون الجهة اللي مخولة القانون بانها تعطي الحق لاستغلال الشواطئ. من اجل مناقشة النقاط ونقاط اخرى نستضيف السي سعيد مستدير، كاتب عام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير. السي سعيد مرحبا بك. شكرا. انتم عندكم الجمعيه الوطنيه لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير، وتدخلوا دائما في اطار المنافسه حول استغلال الشواطئ تاع المغرب بصفه عامه والدار البيضاء على وجه الخصوص. كيفاش تمت العمليه هذه؟ شكرا. اولا ماشي غير الشواطئ في حد ذاتها، انك تشمل واحد المجموعه ديال المرافق العموميه من بينها الشريط الساحلي للمحاذي اللي جانبات الشواطئ، ومن الاسواق الاسبوعيه ومنها الرمله للباراسول. وبناء ذلك يتم بناء على واحد القاعده قانونيه ديال المرسوم بجوج 12349 المؤرخ في 13 مارس من سنه 2013 والمتعلق بالصفقات العموميه، اللي كانت تاخذه كقاعده قانونيه من اجل التنافس الشريف بين المتنافسين والاغيار على نيل مثل هذه الصفقات بناء على دفتر تحملات، وفي الاخير كيتربط واحد العقد ارتباطي ما بين الجماعه الترابيه المخول لها قانون صاحبه المشروع وما بين هذه الشركات. البعض يقول بان الدفاتر تاع التحملات تدار على مقاس هذوك المقاولات الكبرى، باش دائما هما يبقاو يستغلوا الشواطئ ولا المحيط ديال الشواطئ، واش هذا الشيء بصح ولا؟ اولا لا يخلو اي مجال من الفساد الاداري والفساد المالي الى اخره. بطبيعه الحال بعض الجماعات الترابيه تقيس بالمقاس على في الدفاتر التحملات ديالها، وكتطلع هذاك المبلغ الاقتراحي استيماسيون ديال الصفقات، كطلعوا المبالغ خياليه تعجز من خلاله وتركع شركات متوسطه وصغرى دون الدخول في التنافس الشريف من اجل نيل مثل هذه الصفقات، وبالتالي كتجي هذوك الحيطان الضخمه من هذه الشركات هي اللي كتستولي على هذه المرافق هذه. يعني دائما المقاولات الصغرى والمتوسطه القناصه بعيده على مجال التنافس. بيان سير، انا غادي نجي مثلا غادي نشارك وانا الكابيتال ديالي مثلا البيت جي ديالي ما غاديش يسمح لي باش نوصل حتى النص ديال هذاك، وكدير لي انت شروط مجحفه، شروط مبيع الادعال الاداري او ما يسمى بالادعال الاداري في دفاتر التحملات. انا كدير لي التركيع، ما كنقدش انا نجي نوصل باش ناخذ هذاك لابيل دوفر. بطبيعه الحال كيتغربلوا هذوك الشركات، وكيبقاو واحد جوج ولا ثلاثه، وكيكون التفاهم بيناتهم، وهادشي راه معروف هادشي. ولكن شنو الجدوى ان انتم تدخلوا هذه المنافسه بهذا الشكل هذا، باش تستغلوا واحد الملك اللي هو تقريبا ملك عمومي، انا كمواطن نمشي نحط الفوطه ديالي تنولي خصني ضروري نخلص يعني ونستفاده من ذاك الشاطئ اللي هو مفتوح للجميع. الى دخلنا في الشق القانوني خصنا واحد السيمانه وحنا كندويو على الشق القانوني، شكون اللي عنده الحق والصلاحيه بانه يكري هذه المرافق او ما عندهمش. الجماعات الترابيه بناء على القانون 113/14 خول هذه المجالس هذه حق تدبير وتسيير هذه المرافق هذه، ولكن ملي كندخلوا الشق القانوني كنبحثوا واش عندهم لو دغوا وعندهم الحق باش يكريوا هذه المرافق هذه، كنلقاو في غالبيته انهم ما عندهمش الحق. اذا السؤال الذي يطرح نفسه ان الدفاتر التحملات التي تصاغ والتي تبنى على شرط الاجحاف الاداري او الادعال الاداري، واللي غادا تكون هي بمثابه واحد القاعده اللي غيبني عليها نائل الصفقه دابا، الحاجيه ديالو غيشهر ورقه الاحتجاج امام المواطن بالزاميه الاداء، غطيحنا في مشاكل كثيره وكثيره بزاف مع الطبقات المقهوره والمسحوقه. يعني الطبقه المقهوره والمسحوقه كما قلتي راه غتهز وليداته مع الصباح تمشي يبرك واحد الكليسه حدا البحر تيولي خصو تاخذ. دابا الجماعه ديال الدار البيضاء عطات له بوفوار لهاد الناس هادو، انهم غيولوا عندهم لو دغوا وهم غيتكلموا بصفه قانونيه خارجه على القانون ديال دفتر التحملات، ما غيبقاش يتخلصوا الباراسولات. اي واحد جيب وليداته مسكين دريويش على قد الحال، خمسه وسته الوليدات غادي يوقعوا معاه في الصدامات، وكان ديجا وقع هذا الشيء ملي كان كيدوز هذا الشيء في لابيل دوفر قبل من 2016. هما الان غتجدد عاوتاني هذا. يعني غد جماعه الدار البيضاء غدا الخميس 5 ماي غدا من بين النقاط اللي معروضه على انظار المجلس ولا اعضاء المجلس هي النقطه المتعلقه بدفتر التحملات لاستغلال الشواطئ. بالنسبه لك انت يعني متفق ولا ما متفقش مع هذه الفكره؟ انا مرحبا. هذا الشيء اللي كيديروا فيه هو صراحه يثلج الصدر، ولكن دفتر التحملات والجامعه ديال الدار البيضاء خاص دير المراقبه والتتبع ديال الاستغلال ديال هذه الشواطئ في الظرفيه اللي غيتكراو فيها. انا كنقول لك غادي تكري الباراسول لا غير، ما تنوضش تفرض نتاع المواطن العادي بسيط مسكين اللي يجي يبغى يحط واحد الفوطه ديالو تفرض عليه شي ثمن. ما يكونش شي بياض. لان الشواطئ شوف هذه املاك عامه الشعب ودون استثناء.
الشواطئ والمرافق العموميه الشوارع والازقه والباحات العموميه لكافه الشعب دون استثناء. لا يعقل لاي كان ومهما كان ان يفرض على واحد الرسم واحد الايتاوى بناء على دفتر تحملات محدد باجال ومحدد ببنود داخل صفقه عموميه وتفرض على المواطن كتقول لي من الباراسو كتلاح لي الفوطه مثلا وتلاح لي وبالك في الرمله ويخلص. هذا الشيء لا يقبله العقل. دابا الجماعه الدار البيضاء ملزمه بتطبيق القانون بالمراقبه والتتبع، وفي حاله انه الى حدث ان نائل الصفقه تجاوز هذه الحدود هذو اللي غادي تحدد ليه في دفتر التحملات هي مثلا يسحب يفسخ العقد من جانب احادي. مثلا الاقتراح ديالك انت كيفاش خصو يكون دفتر التحملات؟ دفتر التحملات اسيدي غادي نحدوا ليهم، ومنين يجيو نسيريهم على العقد هذاك لونغاجمون اللي هو عقد ارتباطي ما بين الجماعه وما بين الشركه النائله للصفقه يمشي على واحد البوند اتونسيون فيه كاشاره او انه في حاله الى خرج على السياق العام ديال الباراسولات مثلا ويجي يتخلص مع المواطن واذا تبت شكوى او جوج شكايات او ثلاثه من طرف المواطنين البسطاء الجامعه يتم فسخ العقد من جانب احادي. يعني الشركه الفائزه بالصفقه تقدر تدير الباراسول ديالها الباراسول، ولكن الا بغيتي نجيب الباراسول ديالي خاص ما هذاك ملك العموم هذاك ما حتى واحد ما يهضر ما يمكنش ما يمكنش واش واحد في جيبو خمسه ديال الدراهم دريويش كيتسيم مسكين تيجي السبت لحد مود الوليدات ديالو عنده مود هذاك المنتزه عند دياب مثلا هو المنتزه الوحيد هو اللي غادي معتني دوز فيه هذيك النهار ديالو هو وليداتو، تجي انت تحصرو كون كوا انك خاصك تخلص عليه. وربما يقول القائل بان يعني هاد الاستغلال تاع الشواطئ تيتعلق الامر غير بالمطاعم المقاهي ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء ديال الفراسول. لا سيدي راهم كيتجاوزوا، راه حنا ولاد الدار البيضاء عارفين ماذا يسري وماذا يجري وماذا يطبخ، نحن العالمين والضالعين في خبايا هذا الموضوع هذا. الان من هذه كيدوزوا لهذه، حنا عارفين هذا الشيء، حنا ولاد الدار البيضاء، انهم الباراسولات هما المقاهي والمطاعم اللي كتكون هي مؤقته، كيدوزوا يبداو يتخلصوا من عند الناس. هنا الجماعه ديالكم انتم واش ديروا انتم بحال الممارسات ولا فاش تاخذوا الصفقات وتتاخذوا؟ لا حنا ضد، حنا كهيئه مهنيه اولا وحقوقيه قبل ان تكون مهنيه. في الشق الحقوقي ندافع على قانونيه هذه الشركات وقانونيه الصفقات العموميه وقانونيه دفاتر التحملات والعقد المبرمه ما بين الجامعات الترابيه وما بين هذه الشركات هذه. ولكن ما خاصش يكون على حساب المواطن الله يخليك على امره. الله يخليك المواطن المغلوب على امره تجي تحرمه مثلا وحنا ولينا عاوتاني هنا غندخلوا في المساومه وفي الابتزاز. هذا الشيء اللي كان وقع في الباركينغات اللي قبل كان نوض ضجه اعلاميه كبيره ها هو عاوتاني غيتجدد في الشواطئ كل سنه. هضرت على الباركينغات خاصه في الصيف والمدن الساحليه اللي تتعرف واحد يعني اقبال كبير من قبل المواطنين عليها، دائما تيتم طرح هذا المشكل تاع الباركينغات. الباركينغ دابا اي مدينه وقبل من الصيف تتشهر هذاك اللافته ديالها 3 دراهم 2 دراهم ونص، ولكن الواقع العكس ذلك تماما بما فيها مدينه الدار البيضاء. باش نوضحوا نقربوا المواطن من هذا الموضوع اللي هو موضوع شائك، ونتمنوا نتخصصوا له واحد الحلقه ان شاء الله طويله وتكون كبيره فيها واحد الساعه وساعه ونص باش نبينوا قانونيه من عدم قانونيه استخلاص الرسوم وفرض الغرامات وتحرير الدعائر من طرف لا شركات التنميه المحليه ولا من طرف حراس السيارات. باش نوضحوا للمواطن مزيان هذا الشيء. قلتي لي بان دابا هاد الشواطئ هذه فهاد القانون 113/14 خول المجالس الجماعيه في شخص رؤسائها باعتبارهم الامرين للصرف انهم يدوزوا في صفقات عموميه. والقرارات الجبائيه هنا اللي خصو يفهم المواطن، القرار الجبائي ديال جماعه الدار البيضاء ماشي هو القرار الجبائي ديال جماعه اقصور ولا جماعه كيختلف بانه ترك لهم الصلاحيه المجالس الجماعيه تحدد هذاك القرار الجبائي وفق السياديه ديال المجالس ديالها، كيتاخذ واحد القرار سيادي وكيخرجوا به كتصادق عليه السلطه الوصيه اللي هي السلطه المكلفه بالداخليه، السلطه الحكوميه المكلفه بالداخليه، وبالتالي يصبح القرار الجبائي قرار حائز على قوه الشيء المقدمي من الناحيه الاداريه. هنا المواطن اللي كيطيح في هذا الاصطدام كيمشي مثلا الاقشور مثلا كيلقى 20 درهم، راه ماشي 20 درهم الكارديان اللي دارها، راه الجامعه اللي دارتها بناء على قرار جبائي تم تضمينه بالقرار الجبائي. الدار البيضاء كاينه 3 ديال الدراهم، وكل الواقع تيقول العكس. حنا اللي جينا قضيه استخلاص الرسوم الا مشينا نزلنا على الاحكام القضائيه مثلا وتمعنا فيها الصادره ضد جامعه الدار جامعه الرباط في وجدت جامعه مثلا مراكش وجامعه طنجه في قضيه استخلاص الرسوم والايتاوات لصالح المستحق لفائده الجامعات، فهي
باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني مجدي. خلينا غير في الثمن باش نسهلوا الخطاب، يعني الأداء اللي تيعطي المواطن لهذاك هذاك الحارس السيارة، يعني مثلا في الدار البيضاء دائما تيقولوا أنا 3 دراهم في مثلا في واحد مجموعة من الشواطئ، ولكن الواقع تيقول 10 دراهم 5 دراهم 7 دراهم. راه حنا ندوين عليه ديال من دابا المسؤولية ديال من هنا المرفق راه ديالك أنت وأنت اللي ملزم باش دير المراقبة والتوجه والتتبع. نوض سيدي دير لنا واحد لوحات تشويرية عمودية بحال البلايك وصور على طول الشريط الساحلي العين ديال مثلا وحدد الثمن ودير واحد الرقم اخضر تما في حال التجاوز ديالو الشكاية يتفسخ العقد. هادشي كله كاين ما كاينش اسيدي فينا مورينا البلايك راح يدوهم. احنا اللي كنطالبوا به الان هو تفعيل القانون لا غير. مادام بازال ما كاينش شي حكم ضد جماعة الدار البيضاء وضد شركة التنمية المحلية وضد الشركات المستغلة مثلا، احنا ما كنهضروش على الرخص الامتياز اللي كتعطى للبسطاء والدراوش والمحجور عليهم، كنتكلموا على هاد الحيتان الضخمه اللي كتستافد من هاد المداخيل هذه، وهي مداخيل تقدر بملايين الدراهم سنويا. الان احنا لا نوجه اللوم لاحد ولا ننعت احد وما كنتيريو حتى شي واحد، وان الجماعه الان هي ملزمه بتطبيق واحد القرار جبائي ويكون قرار جبائي موحد. نحن كحقوقيين نطالب بقرار جبائي موحد. لا يعقل في مدينة بحجم الدار البيضاء القلب النابض للمملكة الشريفة يكون عندها قرارين جبائيين متناقضين متشاكسين. الأول يقضي بثلاثة ديال الدراهم اليوم تبع معي مزيان كتجي عند حارس السيارة مسكين عنده 10 ديال البلايص والتفارض عليه الجماعة كتعطيك ثلاثة ديال الدراهم المترو وإلا ما خلصت تسحب منه الرخصة. قمة الظلم وقمة الحقرة وقمة الاستهتار بحقوق المواطن. وكتجي شركة التنمية اللي هي تنهب في المال العام دون حاسب او راقب ومن 2016 راه الجبايات سولوها ما حطاش حتى 2.8 ديال الدرهم صحيحه. وحسب ما وصل الى علمنا الان انها كتطلب هي كتطلب اعانه دابا من جامعه الدار البيضاء وكتستغل في هذه المرافق مقابل 2 ديال الدرهم الساعه. خاصني باش نخلص انا كمواطن خاصني يكون عندي المقابل. شنو المقابل اللي كتقدم لي هذه الشركه ديال التنميه؟ الان شنو المقابل اللي كتقدم ليا؟ كنجي كنخلص، إذا جيت لقيت طوموبيل مجروحة مهرسة مخدوشة مسروقة ما كايناش المسؤولية المدنية. أول بند كان خصني دير في هذه الصفقات ديال الشركات اللي كتنتدب عن طريق مجالس بطبيعة الحال ديال التفويض. أول بند كان خصني دير هو التأمين. مثلا هذه الشركة خصها تلتزم بالمسؤولية المدنية في هذه الحالات الآتية اللي ذكرنا، ملي تسرق الطوموبيل، ملي تخدش، ملي تجرح، ملي كذا. الان ما عندكش وكتجي انت كتاخذ من عندي واحد 2 درهم ديال الساعه باي وجه حق. انت تمارس الابتزاز وتمارس الظلم والاجحاف حق المواطن. ولكن الان جماعه الدار البيضاء الان كنطلبوا من السيده العمده السيده رئيسه المجلس اللي نكن لها كامل الاحترام والتقدير تخرج بواحد القرار شجاع وتقول اش كاين في هذا الموضوع هذا وتقول للمواطن راه ما عندكمش الحق وهذه الشركه ما خصهاش تبقى. تقول لها ما عندكم الحق. لا هذه الشركه خصها تمشي بحالها، هذه الشركه خصها تمشي بحالها. هاد الشركة حتى شي حاجة ما دارتها في الدار البيضاء دايرة غير المشاكل وكتمارس الابتزاز الآن واستولات على واحد شنو نقول لك واحد المساحة كبيرة وكبيرة من تراب جماعة الدار البيضاء الآن ولكن لا تضخوا في الجبايات الجماعية الآن ما شي حاجة اش نقول لك ما وصلاش 0.5 داكشي اللي كيحطوه مثلا حراس السيارات اللي عندهم رخص الامتياز الاجتماعي في الخزينه الجبائيه. سي مهتدي نرجعوا للموضوع تاع الشركه تاع اللي تتدبر المواقف السيارات مدينه الدار البيضاء في حلقات مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبوريس الى اللقاء في فرصه قادمه. شكرا ان شاء الله.